أعرفكم بنفسي، أنا فارس من موليد برج الجوزاء. الطيبين دول اللي كل ساعة بموت. أما ليه بقى الستات بيحبوني؟ أنا نفسي مش عارف. طول عمري بحب الستات، والحقيقة هم كمان بيحبوني. بيقولوا عليا إن عندي كاريزما رباني، بس للأسف مفيش حاجة كاملة. على قد حب البنات ليا، الولاد ما كانوش بيلعبوا معايا خالص، إلا واحد بس لزق لي زي ضلي، رامز. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. ودي الهدية اللي غيرت مجرى حياتي وخلتني أشوف لأول مرة ليلي، حب حياتي. علي شوية مزيكا جنان، علي شوية أسمع كمان علي شوية. كل ما تخبر هتشوف المزيكا، هتشوف الدنيا هنا جديدة في أمريكا. تعال وريكا هي دي حياتك، لازم السيكا والساعة ديرة وهتحلى بيكا. علي شوية، علي شوية، عشيرتك دي منها أنا هنا مضمنها. كبر وحفظ فهمها، مفيش حضرة راب أرهم منها. ناوي أفتح في أكشنها، دي جاي يعتمها، كل يوم أسلمها العفريت زعامة يسكنها. خلاص كملوا انتوا لعبه بقى. ماشي اكرم، ازيك يا اكرم؟ حلو يا ليلي. بص بقى، انا عارفه انك من اهم الايفنت بلانرز وانك دايما مشغول، بس عايزاك تركز معايا قوي في الحفله دي. تخيل انهم بيستنوا اليوم ده من السنه للسنه عشان يحسوا ان الناس فاكرينهم وان عندهم عيله ومش لوحدهم. ستي ما تقلقيش خالص، انا هعمل لك ايفنت يكسر الدنيا. شكرا يا اكرم. شكرا. ازيك يا بابي؟ انا كلمتك كتير قوي ما بتردش. انا مش عارفه انت في انهي بلد، بس عموما انت وحشتني قوي. كلمني. يا مزاجه. تمر السنين وتتغير الملامح والقمر هيفضل قمر. معلش يا ياسين، ثانية واحدة. صباح الخير يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. هو مش صباح الخير قوي يعني، كنا سهرانين امبارح طول الليل بنجهز مفاجاه حلوه قوي. مش قادره اخبي عليكم اكتر من كده، احنا بنجهز حفله كبيره مهمه قوي عندنا في الجمعيه في يوم اليتيم. يا ريت كل اللي يقدر يجي ما يتاخرش عشان نفرح اطفالنا ونقول لهم انهم مش لوحدهم واننا معاهم زي ما جدتي
مامتي الله يرحمهم على النور. مستنياكم، اوعوا تتاخروا. باي. بس كده سي اوي. ده مش كده بتنصر؟ لا ده بحبك. بجد؟ انت عارف انا بحبك قد ايه؟ انا مش بس عارف، متاكد. واهم حاجه تكوني واثقه في كلامي. بجد انا اول حب في حياتك؟ يبقى اونلي وان فور مي. بجد؟ واللي يحبك يقدر يحب حد تاني. واهم حاجه ايه؟ اكون واثقه في كلامك. انت الحب الحقيقي يا ليلي. ليلي؟ ليلي مين؟ ليلي؟ انا قلت ليلي. لا لا انا قلت لارا. لارا بالظبط. وده بجد ولا هزار؟ كفايه كده بقى بابا، حرام عليك، ده سابع وش. انا كده داخل على اللوز. ايه زهقت؟ زهقت يا ابني فاكيها؟ امال ليه انا ما كنتش بتعب وازهق منك وانا بغير لك بال11 وال12 مره وانت طفل معفن؟ ماشي يا بابا، معلش يا حبيبي، انا كنت بيبي بقى صغير، خف الريشه، ما كنتش تقيل زي حضرتك كده. تقيل زي حضرتك؟ ويلزم حضرتك والبوسه طالما بتقل ادبك. اصل انا سمعت الشيخ بيقول الحسنات تذهبنا السيئات. لا يا شيخ. يا سلام، يا ريتني ما ضحيت عشانك ولا اتربنت. ده انا رفضت كل الستات اللي اتعرضوا عليا وقلت لا. انا هفضل كده عشان رامي سيبني. رفضت الجواز. يا ريتك كنت اتجوزت، كان زمان سمعتنا في المنطقه انضف من كده مليون مره. ومالها سمعتنا؟ خلي حد يتكلم على ابوك كده وردي له بالجزمه. ولك يا بابا انا نازل. راح فين؟ المكتب. خدني معاك، انا عايز زهقان قوي. بابا دي تالت زبونه تطفشها لي. انا عملت ايه يا ابني؟ مدام برهان الست قالت لي عايزه اخش الحمام، دخلت لقيتك مستنيها جوه وبتقول لها يا مرحب. بقول لك ايه؟ انا جاي معاك لا هقعد مع عوكلا ولا اسمع قانون ولا بلا ازرق. انا جاي اقعد في البلكونه اللي عندك اللي هواها يرد الروح عشان صدري وجعني. بس. ماشي يا حبيبي، بس عشان خاطري ما تدخلش معايا المكتب. مش هخش انا مكتب ايه وقرف ايه؟ انا مش عايزك تاخدي الموضوع على صدرك قوي كده يا مدام نرمين. ليه يا اخي؟ ما تسيبها تاخد الموضوع على صدرها قوي كده. نلتزم الصمت شويه يا حاج ونركز في اكل عيشنا. المستاجر ده هيسيب الشقه، يعني هيسيب الشقه. والله يا متر انت بقالك شهرين بتقولي الكلام ده ومفيش اي حاجه من دي حصلت، وبعدين المستاجر ده العقد بتاعه خلص بقاله 5 شهور وانا مش عارف اخد معاه حق ولا باطل. وانا بقولك انه هيمشي ورجله فوق قفاه. مين الاستاذ؟ انا اخو المتر الزغنن. بابا. واسمي بابا. لو سمحت يا بابا نلتزم الصمت شويه. ان شاء الله يا مدام نرمين انا هكون معاكي الفتره الجايه. معلش انا كنت مشغول الفتره اللي فاتت في شويه قضايا مصيريه، بس خلاص فضيت لك. اتمنى انك ما تخذلنيش المره دي بجد يا متر، عشان انا فعلا زهقت. انا لا يمكن اخذلك، احنا خلاص هنقدم بلاغ وهنعمل محضر تمكين وهنجيب قوه ونخرجه من الشقه بالعافيه. الله، طب وتجيب قوه ليه؟ ما احنا شباب وحلوين اهو كلنا قوه. يا ريت تتمالك اعصابك شويه يا حاج. بحاول والله يا حبيبي مش قادر. دمه خفيف قوي الحاج. اعتبريه مش موجود. قولي لي بقى يا مدام نرمين، يا ترى جهزت باقي الاتعاب؟ اتعاب ايه يا متر؟ مش كفايه اللي انت خدته؟ ده انا بيتي قرب يتخرب على ايدك. بعد الشرب ولو اتخرب بيتي مفتوح، تخبط الباب برجلك وتخشي. بيت ايه اللي مفتوح يا حاج؟ ده انت بتهددني بالطرد كل 5 دقايق. اسمع يا بونت، حسبي الله ونعم الوكيل. ضيعت ولدي منك لله يا فاشل. رجاله. بقول لك يا قمر، الاوضه دي حررت مره واحده، تعالي نقف بره في الطراوه. يلا روح. لو سمحت يا عم انت معكش البندقيه؟ بس انا عايز حمصيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ حافظه رقم الاسعاف؟ 1 2 3. يلا حسن الصدف.
انا اجتمعت بيكم كلكم النهارده علشان نشوف مشاكل العماره. الباشمهندس لما كلمته قال لي العماره لو ما ترممتش هتقع على دماغنا كلنا ان شاء الله قريب قوي. ان شاء الله. الحقيقه يا مدام صفاء انا مش عارف ليه حضرتك من ساعه ما بقيت رئيسه مجلس اداره المخروبه العماره دي واحنا بنخرج من كارثه نروح على مصيبه. ايه يا استاذ عبد الامن في ايه؟ مش قدها سيبيها للي قدها. الرجاء الكلام باولويه الحضور. اولويه حضور ايه؟ وانا جاي اكشف بطنه؟ انا بقول لحضرتك ان انا كنت رئيس مجلس اداره العماره دي 7 سنين ورا بعض واكتر واحد عندي خبره في كل اللي قاعد. والله ولا يوم من ايامك يا استاذ عبد القوي. ده انت كنت بتزرع لنا النعناع في البلكونات فاكره؟ من فضلك يا استاذ عبد القوي ما تتكلمش غير في اللي يخصك بس. انا شايفه كده برضو. العماره بتوع حضراتكم بتاكلوا سباكيتي؟ ده احنا رايحين في داهيه. ما تهنش اي حد من الحضور في وجودي، فاهم يا استاذ عبد القوي؟ يا شيخه كفايه نفخه كدابه بقى، انت هتفضلوا ساكتين لغايه امتى؟ ولا انا شايفه استاذ عبد القوي عنده حق في كل اللي بيقوله. انا شايفه كده برضو. انت ساكنه في الكام؟ انا مش هتناقش في اي شيء اخر في وجود هذا الشيء. شيء؟ ايوه شيء. انا بيتقالي شيء؟ طبعا شيء. ولا تريس مجلس الاداره. لا 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 ما حبش بقى الاتصالات والحاجات دي. ما كفايه جري كده يا ولاد، ده احنا لو بنجري وراك العش ده ما كناش جرينا الجري ده كله. الرياضه مفيده للصحه يا عمو، الجري الدم في العروق عشان ما يجيلكش تصلب شرايين. انا مش فاهم انت جايب ابوك معانا ليه؟ عنده طاقه مفرطه يا سيدي، الدكتور قال لازم اخرجها له في الرياضه عشان ما يفضحناش. عارف انا وزني كان كام زمان؟ 55 كيلو. نهار ابيض، بس انا عايز اطلب منك الكيرفي مش بالوزن. امال بايه؟ بالوقت. ايوه يا خالته، مالها شروق؟ اتجننت؟ طيب انا جايه لك. انا عايز اعرف هنفضل لغايه امتى عايشين عيشه الجواسيس دي؟ ما عندك يا ابني ام جزمه حمراء بتحبك وعايزاك وشارياك. انا هفضل اجري وراها لحد ما اوصل لها. يا رب توصل لها قبل ما يجي لي جلطه ويجي لها عريس. بعد الشر. انا خليك يا فارس يا حبيبي. عريس ايه بس؟ انا يجي لي جلطه عادي؟ حافظه رقم الاسعاف؟ اه طبعا. 1 2 3 دينا الصحة يا رب. سيدنا موجود؟ أي نعم موجود يا ست الناس. رايق؟ آخر روقان. قبل ما اعدك بخمس دقايق واضح انك مستعجله اول مره دي يا مشاكي. ما انت عارف العمل القديم هيخلص بعد اسبوع. انت ما بتتعبيش يا وليه؟ بلاش ما بتتعبيش، ما بتزهقيش. انا لازم اجدد كل سنه. شبابي بيتجدد معاهم. احساس مغري جدا. عارف لما تحس ان الوقت بيعدي وانت بتصغر مش بتكبر؟ نفسي اجرب الاحساس ده. ياما انت عارفه ايه ده؟ لا طبعا ما اعرفش. ده الزعفران واللي جنبه ده العشب الاحمر اللي بيتعمل منه السحر الاسود، كله بيتزرع عندي هنا، ما بحبش اعتمد على حد. جبت الخاتم؟ اه طبعا اهو اتفضل. يا ترى العين على مين المره دي؟ فارس طبعا. أنا سبق وقلت لك النوع من البشر ده صعب، مش أي حد ينفع معاه العمل ده. قصر يا سليمان، هتجيب لي الخاتم إمتى؟ موضوع مش سهل زي ما أنت فاكرة. أي فلوس عايزها أنا مستعدة أدفعها. مسألة مش مسألة فلوس. إحنا سبق اتعاملنا مع بعض كتير قبل كده، بس المرة دي العمل صعب قوي، عمل منيل بستين نيلة. سليمان مستنية تليفونك. كله بمعاده، كله بمعاده. قول ياما يخرب بيت كده، يخرب بيتك. هو انت فاكره ان الشقلبه دي هتظبط لك هرموناتك؟ اتعدلي يا ماما خلينا نعرف نتكلم. سيبيني يا ليلي، يمكن لما الدم يضرب في نافوخي كمية دماغي تتظبط واعرف اصلح حياتي اللي الست ماما بوظتها لي دي. انت هبه شروق، بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟ في واحده عامله 2 ماجستير ودكتوراه،
تعمل في نفسها كده. كنت عملت 2 فول وواحد طعمية لجوزي أولى يا ماما. أديني سمعت كلامك فعنست. نفعوني بإيه الاتنين ماجستير والواحد دكتوراه؟ ها؟ هرموناتي؟ هرموناتي يا ناس؟ استهدي بالله بقى وعقلي. مش عمدعي. الأهم من الجواز إن الست تحقق ذاتها وتكون مستقلة فكرياً. أنا حاولت أخليكي تتفادي غلطتي. أنا اتجوزت باباكي وأنا عندي 18 سنة، لكن اجتهدت وكملت تعليمي وحضرت ماجستير ودكتوراه في الفيزياء النووية. فين وفين بقى لما ربنا كرمني ومات؟ هو راح، لكن شهاداتي ما راحتش. عيب يا خالته. الله يرحمه حبيبي. نسيتيه؟ فضلتي ركناه على الرف لحد ما مات سنجل. طب كنت سيبيني أجرب فرصتي، أخد لي واحد كده أجربه سنتين وأجيب أجله. إيه المشكلة؟ حق عليا اللي كنت عايزة أعمل منك مثال يحتذى بيه. مثال إيه يحتذى بيه؟ مش طريقة كلام دي؟ بلاش قلب الدماغ بقى. بدل الكلام الفاضي ده نقعد نفكر في حلول لسباق التسلح النووي بين القوى العظمى المتصارعة. خالتك هتنقطني. انتوا الاتنين هتنقطوني. هو انا مش قلت لك ما تجيش هنا تاني؟ اشتغل حاسب. مش قادر اصدق اللي انت بتقوليه ده يا شاكي. لا امسك نفسك وجمد قلبك كده وصدق. اللي بيني وبينك خلاص انتهى. انت هتاخد زمنك وزمن غيرك. خد الكاس ده واخلع. سيرس دي جي. طب انا في الخدمة. ايه رايك في المفاجاه دي؟ مش ملاحظ انك بتفاجئني كل مره؟ بقول لك ايه، لسه ما حنش له مجازمه حمراء يا ابني. دي اسمها شاكيرات. ده الناس بتستمنى شاكيره واحده ومش لاقيه. عايز اقول لك بشوفها يومي بيتقفل. انا بشوفها خيالي بيتفتح. الدملكه بتبص من عينيها. قطر خبره بيجري وراك وانت بتجري ورا واحد. طب ما تزودش في الشرب. فارس يا حبيبي هقول لك كلام كبار. لما يبقى قدامك الدينر بوكس ما تسيبوش وتبص للاستريبس. عنازي. بقول لك ايه، نادر شكله جاي يعلم عليكي. يعلم عليا انا بالمعصعصه دي؟ على فكره بقى انا اللي سبته مش هو اللي سبب. ايوه باين عليكي معصعصه. هي دي الاكس. سيبك منها، دي توكسيك توكسيك توكسيك. فارس بقول لك ايه، ما تنساش عيد ميلادي الاسبوع اللي جاي. انت لازم تخرب لي الدنيا. انا عازمه مصر كلها. انت وعدتني هنقعد نظبط. ها اعتبريها اتظبطت قبل ما نقعد. ماشي، انا هعمل لك حته دين عيد ميلاد مصر كلها بتحكي عليها. ايه على فكره انا عملت لك اد على فيسبوك، مش ناوي تعمل اكسبت؟ انا ماليش في فيسبوك، بس انا عندي انستغرام. ممكن تعملي لي فولو يعني؟ يعني لو عملت لك هتعمل فولو باك؟ ممكن اعمل لك فولو باك. ماشي كويس. طب تعالي نشوف الموضوع ده. ماما هو كل يوم مكرونة؟ فارس حبيبي. حسيت ازاي يعني؟ سمعت صوت عربيتك بيب بيب. يبقى سمعتي مش حسيتي. فارس عملت ايه في موضوع انا فكرت فيه؟ موضوع ايه؟ ايه؟ هو انت لغيت امتى هتفضل مش حاسس بيا ومش شايفني ولا حتى حاسس بمشاعري؟ كل ده ومش شايفك؟ انت مانع عني الرؤيه. بص بقى يا فله، عشان نخلص من تثبيتة كل يوم والتاني دي، فله مش لفارس وفارس مش لفله. انا بعتبرك زي خالتي. خالتك؟ طب حتى ما حصلتش اختك؟ يا ست زي اختي. كلمة واحدة نفسي اسمعها منك. بحبك يا فلة. بحبك زي اختي يا فلة. طب
بص حلو قوي كده، احنا كده وصلنا الانجاز. الجزء الاولاني بحبك يا فولا. هنوصل بقى لايه؟ ازاي يا اختي؟ ها ماشي صح، وسعي كده عشان عايز اطلع. هو انا ماسكك؟ مالك يا نور؟ ليه مش بتلعبي مع صحابك؟ انا مش عايزه العب مع صحابي، انا عايزه العب مزيكا زي ما كنت العبها قبل ما اتعب. غمضي عينك. شفتي جبتلك ايه؟ فتحي موبايل. شكرا يا ليلي. عشان ننزل عليك كل الاغاني اللي بتحبي تسمعيها. شكرا يا ليلي. اول نمره هسجلها على التليفون هي نمرتك، عشان لما توحشيني اكلمك. ممكن بقى تنزلي لي اغاني ابو؟ ابو عشان بحبه قوي. حاضر، انت احلمي بس وانا انفذ. ممكن اديكي بوسه؟ اصحاب العقول فرح، انت هتفضل واقف ورا الشيش كده كتير؟ ليلي بقى لها كتير ما جاتش عند جدتها، انا بدات اقلق. يا حبيبي الموضوع بسيط، صراحه بحبك دي ولا حاسه بيك خالص، بتتعامل معاك كانك شفاف. ايه انفيزابل مان؟ بص انا عارف اللي انا بعمله ده غلط، بس انا بدرس كل خطواتها، بشوف هي بتروح فين وامتى، بتحب ايه، بتكره ايه، عشان دخلتي تكون صح، اكون مستعد. بس هي كانت المفروض تبقى عند جدتها من 3 ساعات. يا حنين الله اعلم بظروفها، مش عايزين نظلمها، جايز تكون اتخطبت. ورين كده اما ابص على جدتها يمكن تعجب بابا. اوبا يا بنتي سيبي البتاع ده بقى وركزي معايا. بس دي واحده كنت هتضيعي الحلم. حلم ايه يا مجنونه انت؟ الجواز. يعني انت قررتي تتجوزي واحد لسه عارفاه من كام ساعه على تطبيق مشبوه وكمان تقابليه؟ المشكله يعني لما قبله الناس كلها دلوقتي تعرف على بعض عن طريق السوشيال ميديا عادي. طب افرضي بقى طلع مجرم ولا نصاب وعمل فيكي مصيبه ولا خطفك؟ احلى، عايزه اجرب والله العظيم. هتلبسي في الاخر. طول ما انت مستنيه قصه الحب الخارقه دي عمرك ما هتتجوزي. حبيبتي فوقي، الناس دلوقتي تعرف على بعض يوم السبت، تتجوز في الويك اند. يا بنتي فهميني بقى، انا مستنيه الحب اللي بحقيقي مش مستنيه الجواز، لان مفيش اجمل من كلمه بحبك لما تتقال من القلب. انا ما سمعتش كلمه بحبك طول حياتي من اقرب الناس ليا، نفسي بجد اسمعها واحسها. تحبي بس كده من غير جواز؟ احب الاول وبعد كده اتجوز، مش هتجوز وبعد كده احب. والسنيوره منين؟ من الانفوش يا سيدي. ابدع ناس. تسلم. انا عايزك تعتبريني اخوك الكبير. لا كبير ايه، اخوك الصغير. اعتبريني اخوكي وخلاص. حافظه رقم الاسعاف؟ احفظه ليه يا كفلاش شعر؟ اهو ما يخسرش. صباح الخير يا حاج عبد القوي، يا ستين يا كهله يا خلبوس. اسمع ده فاشل، انت ما تاخدنيش في دوكا. انت تسيب الشقه ديت وتنزل تشوف لك شغلانه بدل ما انت مقسمني في معاشي. شقه ايه اللي عايزني اسيبها؟ عايزني اسيب الشقه واقفل المكتب واقضي على مستقبلي المهني؟ مستقبلك اللي هي روح امك؟ مهني. يا ده ركز معايا، بص لي، مهني ايه؟ ده انت التلات قواضي اللي اتعرضوا عليك ما كسبتش منهم ولا قضيه. يا بابا يا بابا ما انا مش عارف اركز في شغلي. تقوم تركز في شغل انا؟ يلا. ما تيجي يا حلوه. هيا يا سيدي. الواد ده قليل الادب، تعالي نضفي هنا. وانت عايز الشقه في ايه بقى يا حاج عبد القوي؟ هعملها مكتب تخديم وهو ننضف الشقه ببلاش. تنضف ولا تلطف؟ بقول لك ايه ياض؟ عمال كل شويه تاخدني في دوكه وتشغلني. انت تلم كراكيبك وقدامك شهر وتسيب الشقه دي بدل ما انت عمال تتصرمح ورا ابن صفاء. حاضر يا حاج. يا بنتي تعالي نضفي هنا. انت دي هقول لك استني، اديني عبرت لك الترابيزه. الخاتم بقى جاهز. طبعا انت عارفه طبيعه العمل ايه؟ سليمان مش مهم اعرف، المهم ان فارس يبقى ليا انا مش لوحده غيري. لازم الشكه تكون في ايده الشمال، في الوريد اللي موصل الدم لكف ايده الشمال. فين؟ في الوريد اللي موصل الدم لكف ايده الشمال. تمام. هابي بيرثدي منى. انت فين يا بنتي؟ اتاخرتي ليه؟ اصلا هنا هنا
جاباني هنا ليه؟ ما انت عارفه اني ماليش في الجو ده. انت عارفه في كام شنب في المكان؟ بعدين ده عيد ميلاد ميرنا. ميرنا مين؟ ميرنا صاحبتي. هاي، كل سنه وانت طيبه. ثانك يو. طب وانا مالي؟ انت عايزانك هنا لوحدي ولا ايه؟ برضه وانا مالي؟ انا غلطانه، انت تفكي عن نفسك شويه. اقعدي يا بومي. كل سنه وانت طيبه يا ميرنا. انت مين؟ عرفتيني؟ لا مش مهم، كل سنه وانت طيبه. السرير ده انا بقيت فين ومع مين؟ شكلها كده كانت ليله لحوسه. بونجورك يا حل. انا ايه اللي جابني هنا؟ مبروك، انت خلاص بقيت بتاعي. انا مش بتاع حد. انت عملت فيها ايه يا مختل انت؟ عملت لك عمل، لا هتحب ولا هتتجوز حد غيري، ولو قلت لأي واحدة بحبك هتتجوز حد غيرك في ساعتها. أنا عملت لك عمل. خلاص كده،
بقى عندك احلى صفحه فيسبوك يا حمادي. حمد دبه في وشك، ركزي في اللي بنعمله عشان اللي بنعمله دلوقتي مهم جدا. حاضر. هتسمي الصفحه ملكه اللحظه علشان انزل فيها كل الاشعار اللي انا كتبتها. طب ما تخليكي في الطبخ احسن، على الاقل هياكل مع الناس وتبقي مشهوره. طبخ ايه ونيله ايه؟ ركزي في اللي بقولك عليه. اسمعي، هتكتبي راي ملكه اللحظه في الحب من طرف واحد. طب بقولك ايه، انتي مش شايفه يعني ان ملكه اللحظه دي حاجه وقتيه؟ ايه رايك نسميها ملكه الكون، ملكه الكوكب، ملكه كل دي ملكه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فارس؟ فارس شكله مبسوط قوي انه شافك النهارده. لاحظتي ده؟ انا شايفه ان علاقتنا هتاخد شكل تاني. ميرنا انا مش فاهم ولا كلمه منك، انت عايزه ايه؟ الموضوع بسيط يا فارس، بقولك انا معجبه بيك وقررت ان احنا هنرتبط. بص يا ميرنا، ان شاء الله المشاكل اللي بينك وبين نادر تتحل وترجعوا لبعض. نادر ده ما تجيبش اسمه على لسانك تاني، بعد كده تقول نون، انت فاهم؟ بص انا ونون وصلنا لطريق سد في علاقتنا وخلاص، بعد الطريقه اللي سابني قصدي سابنا بعض بيها انا مش ناوي ارجع له تاني، ولو جالي راكع تحت رجلي، فاهم يعني ايه راكع؟ وبعدين هو في ايه؟ هو انا مش عاجبك ولا ايه؟ يا ميرنا احنا اصحاب من زمان وانت غالي عليا قوي، بس يعني انت بتحبني؟ قول بحبك، قول يلا اهي اهي، قول بتحبني، قول بحبك بصوت عالي. بحبك بحبك. كيكس. ايوه يا نادر، نرجع لبعض، نتجوز النهارده قبل بكره 10 دقايق بالكثير وهبقى عندك، ما تتحركش من مكانك، اوعى تتحرك. يلا باي باي. باي باي. خلي بالك انا عملت لك عمل بجد، لا هتعرف تحب ولا تتجوز واحده غيري، وكل واحده هتقول لها بحبك هتتجوز بساعتها. مش فاهم حاجة، يعني ايه يا ابني تعمل لك عمل؟ زي ما بقول لك كده، لو قلت لواحدة تانية غيرها بحبك تتجوز في ساعتها. يا ابني هو في حاجة اسمها كده أصلاً؟ أنت نفسك مصدق الكلام الفارغ ده؟ هي قالت لي كده. بصراحة أنا ابتديت أقلق بعد الموقف اللي حصل مع ميرنا. طب بقول لك إيه؟ إحنا لازم نجرب الموضوع ده على واحدة تانية غير البت المعزقة اللي اسمها ميرنا دي. بس مين؟ لازم واحدة مستحيل تتجوز، تفتكر مين؟ البت فرلة مكرونة. هي دي مهبوشة ومتلحوسة بحبك ومتلحوسة بالمكرونة ودي مستحيل تتجوز. قوم لازم نجرب. قوم. لا لا طبعا. قوم لا اسمع طبعاً. الكلام طبعا أنا لا مش عايز اضغط عليك بس يا رامز بلاش. قوم اي حد تاني، اي حد تاني. فارس تعالى بلاش والنبي، يعني هنجرب والنبي. لا هنجرب مش هنخسر حاجة. رامز بلاش بلاش. الفلة دي زي ما قلت لك استحالة تتجوز، ده العيال في العمارة سمينها فلة المهبوشة. ماشي ماشي تعالى الله يهديك. لو اقول لك لا خلاص يا عم هديك حيلي يخرب بيتك. يلا ماشي ماشي يلا. You can do it. لا مش جاي لي قلب اقول لها. معلش 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 حاول يلا. فارس مش قادر. معلش معلش سد مناخيرك وقول لها. بحبك يا فلة. انا عارفه انت بتحبني زي اختك. امسك ايديها وقولها لها باحساس. ادي له ايدك، ادي له ايدك هرجعها لك تاني. خلاصي ايدي انا. ايدي انا. لا ايدي انا. شفت؟
اي داخل وقت لا في عمل ولا نيله. هاي، ممكن نشرب كوفي سوا؟ في حاجة؟ بدأت أقلق عليك. بس أنا متأكدة إني ما قلتش إن الجمعية في مصر الجديدة. بالعقل يعني، لوجيك. هكون عرفت منين؟ براقبك؟ ما علينا. ممكن بقى نتفق على البادجت؟ بادجت؟ بادجت إيه بس؟ مش أنت لسه قايلة من شوية إن هي جمعية خيرية؟ خلاص، اعتبريها مساهمة بسيطة مني. بجد مش عارفة أقول لك إيه. قولي لي قهوتك إيه؟ ولا نسيتي برضو إنك من شوية بتقولي لي عايزة تشربي معايا قهوة؟ لا مش ناسي. آه معلش، سؤال أخير. هو أنا لو عايزة رقم أبو أوصله إزاي؟ يا كلام برضو عيب على فكرة. كلميني أجيب سويرس. فارس دي جي. ودلوقتي عندنا مفاجأة كبيرة جدا، معانا النجم الكبير أبو. بسطت إن أنا قابلتك. ولا أكتر. باي باي. فارس عاوزة أبو. أظن بقى الكلام طلع زي ما أنت عايز. يا رب يكون عجبها. يا رب بس يكون وصل لها. أبو مش عارف أقولك إيه. فارس أنت أخويا يا ابني، أنت مجنون. صاحب له عن صاحبه كام حاجه؟ ثلاثه. دي الثانيه بتاعتهم، فاضل لك واحده. اسمع هتفضحك. واحده خلاص هي جايه. ابو شكرا قوي بجد. ليلي اتبسطت جدا جدا ان انا جيت هنا النهارده بجد. ربنا يوفقكم. انا سوري. شكرا طبعا يا فارس. لا بجد ربنا يوفقكم ويبارك يا رب. شد حيلك. هو بيقول شد حيلك على الحاجات دي اللي هو بس الاغنيه حلوه قوي. اه لا حلوه جدا. انا اروح أشغل الأغنية تاني. فارس. ليلي صح؟ بجد شكرا. على إيه؟ على الحفلة طبعاً. أنت ما شفتش الأطفال كانوا فرحانين إزاي؟ كانوا مبسوطين قوي. وشكرا إنك خليت أبو يغني في الحفلة. يا ليلي شكرا ليكي بجد إنك خليتيني أكون جزء من فرحتهم وإن أشارك في حاجة زي دي. بجد شكرا. طب ممكن تقبل مني الهدية دي؟ ليه ده؟ ليه أنا؟ اه افتح. الله ليه ده بقى؟ انت بتكلمي بجد؟ اه. انت عرفتي منين اللي بحب الحاجات دي؟ زهايمر مبكر ولا ايه؟ انت نسيت اني رحت عيد ميلاد ميرنا؟ لا لا لا. انت جاسوسة. انت جاسوسة. ايه يا ماما صوت الزغاريد دي؟ البت فلة اتخطبت امبارح ومن ساعتها ما بطلتش زغاريد. يا نهار اسود. اتخطبت ازاي يعني؟ ها؟ اتخطبت وبعدين هتتجوز، ايه فيها يعني؟ انت بتتكلمي بجد؟
في يوم وليلة؟ يا ابني لما النصيب بيجي بقى. يوم هو الواد رامز ما عزمكش؟ رامز ماله بفلة؟ ما هو العريس. رامز العريس؟ أيوة يا حلاوة. وكمان بتعمل لهم كحك؟ لا يا حبيبي، أنا بعمل كحك لأبوك الله يرحمه. جالي في المنام وقال لي وحشني يا حبيبتي الكحك أبو سكر. قمت قايمة على طول عملته له، وإن شاء الله هفرقه رحمة ونور على روحي. يا على عشة العمر، الله يرحمك يا حبيبي. يا ما تفكرنيش بقى بالأيام اللي يا مصر. سلام، ست أصيلة. يا رب ألاقي واحدة بتحبني بنص الحب اللي أنت بتحبي البابا. لا لا يمكن هتلاقي كده أبدا. ده أنا من يوم ما أبوك ما مات ما قلعتش الأسود يا ولد. جد أنا بموت فيكي. أحبك. يا سريرو يا حبيبي أنت. ماما هنا؟ بابا حط الحاجة؟ لما يوافق يا حبيبي. يا عمي أنا يشرفني إن أطلب إيد أمك. يا عم احترم نفسك. الله، وأنا بطلب إيد أختك؟ أنا بطلب إيد أمك، صبر أنا بطلبها في الحلال. انسى أي حاجة عرفتها عني قبل كده. وبعدين أنت بقيت راجعي قوي يا فارس، مش كده؟ هتفرق بين قلبين، ده حتى الجواز اسمه ونصيب. فعلا والله يا فارس اسمه ونصيب. أديني خطبت فل وأنا ما بطقش المكرونة ولا حتى فلة. أتريني كنت بحبه بعقلي الباطن. تعرفين ايه اكتر حاجه مفرحاني؟ ايه؟ ان فرحي على فله وفرح بابا على امك هيبقى في يوم واحد. يعني خلاص يا فروسي، انا وانت بقينا اخوات رسمي. خوات لما يا اخواتك انت ابوك. خلي ابوك يتلم لحسن حياتكم انتوا الاثنين. في حاجه يا رمز؟ لا مفيش يا حبيبي، ما تنكدش انت على نفسك في يوم زي ده. في يا فارس؟ ما تقفورش بقى، ده حتى الجواز ستر. في حاجه يا فارس؟ ايه يا حبيبي بس ايه اللي مضايقك؟ خلاص انا بقيت في مقام باباك، يعني دلوقتي من حقك تقول لي يا بابا وانا من حقي ما ردش. اللهم طولك يا روح، ايه الهبس ده؟ ايه اللي مخليك تفكر ان هي هتوافق اصلا؟ يبقى لها 15 سنه حزين على بابا ومغيرتش الاسود، وغير كده هي اصلا مش بتطيقك. فاتكل على الله وما تهزقش نفسك. شافته بالبدله. رامز ما تردش. اللهم صل على النبي. يا زين ما اخترت يا بابا. بابا يا ماما، الرحمة والنور يا أصيلة. يا فريرو الحياة أبقى من الميت. رامز حط الحاجة بقى. والله يعني أنا مش عارف أبدأ منين، بس يعني زي ما بيقولوا قدر الله وما شاء فعل، وربنا ما تحملنا ما لا نطيق، وساعة القدر بيعمل بصر. يعني هو احنا هنلبس دبل امتى؟ وعائلتك دي قللت الكلام ليه كده؟ محدش بيرد عليها خالص. كانوا بيتكلموا زمان، دلوقتي الكلام خلص. يعني انا لما احب اتكلم بقى في امور الجواز ومين هيجيب ايه وكده هكلم مين؟ ابعت لهم على الواتساب. انا هعمل جروب وانت بقى ابعت لهم على الواتساب. يا سلام، ونعمل بقى فرح في العالم الافتراضي ونحجز قاعه على الفيسبوك. انت بتهزر يا رامز؟ صراحه انتوا اللي بتهزروا يا فله. يعني اول مره تعزموني على مكرونه؟ فين المحشي؟ فين البط؟ فين الجلاش؟ فين الديك الرومي؟ دي تكوس لازم تعيشها معانا. على كده بقى لما نخلف بنت هنسميها لازانيا. انت عارف انا وماما قررنا ان احنا نقضي شهر العسل في ايطاليا. اشمعنى ايطاليا؟ على اساس يعني ان هي بلد المكرونه وكده. نسيبها بقى للواد يطلع لخاله. كفايه سباكيتي بقى يا عمو، كل مقصود. انت لازم تفكي لي العمل. انت مش لازم تفكي له العمل. اسكت انت. الحاجات دي تتاخد بهدوء يا جماعه. وانا عملت لك عمل ليه؟ عشان بحب. شايف العسل؟ شايف الرقة؟ الست عندها لعيب وقزح وشريات. اسكت انت. غصب عنك بمزاجك هتفك العمل. بقول لحضرتك ايه؟ ما تعملي لي انا العمل وهبهرك. بقول لك اسكت. ياما هبلغ البوليس. ويا ترى هتبلغ البوليس تقول لهم واحدة بتحبني عملت لي عمل هيودوك مستشفى المجانين.
طب انا بقى هوريك الجنان شكله ايه. امشي اطلع بره، هتلف تلف وترجع لي. ودو بره الحيوان اللي مش عارف مصلحته ده. بقول لحضرتك ايه، ما تجربين تديني فرصه ما تاخديش بالشكل. بره. هو فين الورك وفين السدر؟ بره. ده كل اللي حصل، فانا عايز ارفع عليها قضيه واثبت ان هي سحرت لي وعملاني عمل، فعشان كده انا جيت لحضرتك سياده المستشار عماد بشرف. نرش كحول بقى عشان العبث المجتمع اللي احنا فيه دون. قول يا بيه، اضربني شجيني يا فندم. انا مش مجنون. لا سمح الله، حد انت مجنون؟ ما انا لو صدقتك هبقى انا اللي مجنون. يعني انت تقول لواحد انا بحبك تتجوز؟ في ريحه زباله محروقه. ده السيجار بتاعي. انا عرفت دلوقتي انت شايفني قليل كمحامي ليه. عشان السيجار صح. بقى اول قضيه تجيلك في حياتك يا فارس تروح لمحامي تاني غيري؟ ومين؟ عماد شرف ألذ اعدائي. انت شفت نفسك في المرايه؟ بهرك بالمكتب الكلاسيك ابو قويمه وصباع المنبار اللي ماسكه في ايدي. بكره بقى عندي صباع منبار اضخم. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسفين لازعاجك يا معالي المستشار. انا المأذون اللي بيكتب لهم الكتاب، وهم بيكتبوا الكتاب اختلفوا على القايمه، وقلنا نيجي نكتبها عند معاليك يا فندم. الست هانم عايزاني اكتب البلاي ستيشن في القايمه. اوكي اوكي، ممكن بس تسيبوني انا احل الموضوع ده. هاي هاي. اسمك ايه؟ دينا. دينا، انا من اول ما شفتك حبيتك. منور عريس، ما شاء الله العريس واقف زي النطح. بحبك يا دينا. خلاص المسامح كريم، انا موافق نكتب البلاي ستيشن في القايمه. يا حبيبي يا علي مبروك. الف الف مبروك 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 مبروك. توكلنا على الله. صدقتني؟ ايه اللي صدقتك يا ابني؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني اسمع كلامي بقى، نهيت قلبي. حرام عليك، انا بقى لي ساعه بتكلم في الموضوع ده. يا فارس يا حبيبي، ادي انت شفت بنفسك، رحنا لشيخ واثنين وثلاثه، فضل نروح لشيخ الحاره والعرافه، وبرضه مفيش فايده، وانت اتاكدت بنفسك ان احنا مش هنعرف نفكه. يبقى على بال ما نفكه خلينا نفيد الناس ونستفيد. يا رامز مش هينفع. انا مش مرتاح. اوكي؟ انا رايح. حاسس ان انا مخنوق. انا هفك لك الخنقه. حاسس ان انا مش انا. بص يا استاذ عبد الباسط، يا رامز احنا لازم نشوف حل في الموضوع ده. انا كل ما اقول لواحده بحبك تتجوز، ده انا امي اتدبست مع ابوك. لا وانت تكره الخير لامك يا فارس. يا رامز لم نفسك. ده انا ابويا ده لقطه. رامز ده عنده زرار. رامز ده صغار 10 سنين. بغض النظر عن امك، انا مش عايزك تقلق خالص، وليك عليا انا هسعى لك بنفسي في فك العمل ده. بس على بال ما نفكه خلينا نستفيد من وراه يا فروس. انا بس بقول لك، انت عارف ابويا ده وهو صغير. ايه الحلاوه دي؟ عايزه اتجوز على طول كده، خبط لازقه. اهلا اهلا، حضرتك طالعه من هنا على الساحل بقى. منوره يا فندم. اهلا وسهلا ومورينا. مساء الخير يا حاجه، اكيد محتاجه ونس بس. اهلا وسهلا، منوره يا حاجه. كله هيتجوز يا جماعه، وان شاء الله لو العدد كبير احنا هنشير، يعني كل اربعه هنشير في واحد. عشان لا ده كده كتير قوي كتير. وبالراحه بالراحه بالراحه، انت لو دخلت كده على عريس هيطفش على طول. ده ايه الحواجب الفلوماستر الجميله دي؟ اهلا اهلا اهلا، كله هيتجوز يا جماعه، وبعدين ارسال موجودين وان شاء الله خير. احنا انا يعني هشوف العريس النهارده؟ ده نصيب، النصيب ده ممكن يجي في اي وقت، ممكن يجي في اي حته، ممكن وانت خارجه تركبي اوبر يجي لك النصيب في مترو، ما تعرفيش. طب انا هدفع فين؟ ها؟ هدفع فين؟ النمشي الجميل ده بقى حنه ولا طبيعي؟ انت مرتبط؟ انا يا فندم بلا فخر كنت اول زبون. احنا هنولع الاستوريهات، هنولع الاستوريهات، هنولعها وهنكيد العوازم. صح وقع صح وقع يا بنات. احنا بنعرف القصه عندك.
مساليك. انا عندي مشكل، انا اقسم ما كنت عارف على شي واحد كان بغيو بعضياتنا، كيقول لي بغيت نجي نخطبك. كيجي كيخطبني كيجي نهار العرس كيموت. عرس؟ العرس العرس. عايز اتجوز. حاضر حاجة هتجوزك، بس الحاجات دي ما بتجيش بالعنف. انا بحبك بحبك. هات ايدك. سيب الرجاله كمان، ده خبزني ب 7000 جنيه. 8000 سيرفيس. معلش جرب جرب، مش هتخسر حاجه. نفع نفع، ما نفعش اقوم اتجوزوا اي واحده من المقاطيع اللي بره. القرف ده. منور يا فندم. اهلا بيك. قول لي ايه مشكلتك؟ انا يا دكتور عندي 55 سنه. ما شاء الله يا فندم، ما يبانش على حضرتك خالص. اول ما شفتك قلت 54. وكلهم بيقولوا لي كده. المهم يا دكتور، انا ليا 30 سنه مقضيها كعب داير على بيوت الناس عشان اتجوز، وكل ما اتقدم لواحده ترفضني. انا مش شايف فيا سبب واضح للرفض. سبب واضح لحضرتك؟ ايوه مش كده، هو واضح لينا كلنا. اسباب غير يعني غريبه يا دكتور، انا مش مقتنع بيها. يعني واحده ترفضني مثلا عشان اقرا، رحت زرعت بروجه. واحده قالت لي انت وحش، سميت نفسي احمد عز. واحده قالت لي نظرك ضعيف، رحت زرعت عدسات اهي. معلش يا فندم، هو ليه حضرتك بتزرع حاجات ممكن تلبسها؟ بسترزق منها يا ابني وبتاجر فيه. بس انا ليا طلب عندك يا دكتور، انا ما بقاش فيا حاجه تتزرع، نفسي احصد اللي زرعته. حرام عليك يا اخي، انت ما عندكش قلب، ازرع له الامل. ماشي، هات ايدك. عن اذنكم. خليك هنا كده. هتجوز يعني خلاص؟ ما بتردش على تليفونك ليه؟ قلتلك 5 دقايق وجاي، مش كل نص ساعة تتصل بيا. بص يا فلة الأولى، أنا ما بحبش الزن، يعني بلاش الحاح الزيادة عن اللزوم. يا ريت قلبي كان قلب حنفية كنت غيرته ب 15 جنيه وخلصت. يا ريت قلبي كان ماسورة صرف كنت طلعت اللي جوايا وارتحت. أنا محتاجة أعرف أنا سنجل ولا دبل. سنجل ولا دبل؟ أنت في الفندق كله، أنت كيدز إيريا نفسها. أنت قمر يا فلة الأولى. هتحتويني؟ هتحتويني. عارفة يا فلة، يعني إحنا لازم نحط إيدينا على المشكلة عشان نحلها. بسم الله ما شاء الله بنوتة زي القمر، كل حاجة فيكي حلوة بس لوحدها. كل حاجة حلوة لوحدها، التجميعة فيها حاجة غلط. فإحنا بقى عايزين نشتغل على ده. يعني زي ما يكون ربنا اديكي شكل فرس عربي أصيل ومخ باندا، وهي دي المشكلة. انت أول مرة تقولي كلام حلو زي ده؟ كلام حلو؟ ما ده بيثبت إن ده مخ باندا. بس لو عايزة تعتبريه حلو خلاص. فل حبيبتي، لازم تفهمي إن أنا مشاعري مضطربة تجاهك. يعني عارفة لما يكون واحد هيموت من الجوع وملوش نفس ياكل، أو هيموت عايز ينام وبيسقط ومش عارف ينام، هو ده إحساسي ناحيتك. فاكرة فل القلة واحنا صغيرين لما كنا بنلعب عريس وعروسه واحنا صغيرين؟ الموضوع ده عامل لي عقده جامده قوي. اخلق ما لا تعلمون. Thank you.
كل سنة طيبة. شكرا. عرفت عن ميلادي من الفيسبوك صح؟ أنا أعرف عن ميلادك من قبل ما يخترعوا الفيسبوك. يا سلام، ده إزاي يعني؟ بس أنا عندي اعتراف. أنا عارفك وأنت عندك 6 سنين. كنت بشوفك من ورا الشيش كده. أنا حضرت معظم حفلات عيد ميلادك عند جدتك. من وأنا عندي 6 سنين؟ كنت بتراقبني؟ لا لا، مش مراقبة. بس أنا عارف إن هي غريبة شوية، بس بدور على الوقت المناسب عشان اقول لك. مش غريبه ولا حاجه يا فارس. بص، انا طول عمري ما كنتش بعرف اعبر عن اللي جوايا، بس انا دلوقتي مبسوطه قوي. وانت بقى دلوقتي جاوبت على اسئله كتير. ما عنديش زهايمر على فكره. ما عندكيش؟ لا. شور شور شور. يا جماعة، أنا جيت النهاردة لوحدي لأن عارف إن بابا وجوده غير مرغوب فيه، وحقنا للدماء ومنع الاشتباك الأيدي، ولأن بابا بصراحة مستفز، وعشان نكمل موضوع القايمة. شفت بقى عجبك كده؟ كسرت قلبي. سوري، يعني إيه مفيش قايمة؟ ده كلام فارغ. فارس أرجوك ما تركبش دماغك، الولاد في سن خطر، خلينا نجوزهم بدل ما يعملوا حاجة من ورانا. وبس كمان ممكن لو سمحتي لما الصغيرين يتكلموا الكبار يسكتوا، عشان المثل بيقول اللي مش صغير حاله يحير. فليرو يا حبيبي، نبدا انا وكوكي على قدنا. اللي مش هنجيبه النهارده نجيبه بكره، واللي مش هنجيبه بكره نجيبه بعد بكره، واللي مش هنجيبه بعد بكره ان شاء الله معاه نجي خالص. يا خلاص يا كيوت كيوت كيوت، ليه حق الراجل يموت. بص يا روحي، احنا هنجيب لك كل حاجه بس بالمعقول. بص يا فارس، انا ومجموعه من اصدقائي عملنا حمله اسمها لايمه ولا نايمه. ليه بقى؟ لان اكتشفنا ان القايمه دي سر كل المصايب والبلاوي اللي بتحصل، بتخلي كل عيله قايمه على الثانيه، فبيمسكوا في بعض، فالراجل والست بيتطلقوا وما بيكملوش مع بعض، فما فيش قايمه. اوكي، يعني امي تتجوز ببلاش. لا يا حبيبي، في قايمة يعني في قايمة، وبنص مليون جنيه. وعايز زيهم مؤخر. انا لو ما اتجوزتش كوكي حبيبي هموت نفسي. بعد الشر عنك يا طنط. طنط في عينك. قصدي بعد الشر عنك يا صفصف. اهدى يا حبيبتي، اهدى يا فارس. بص يا حبيبي، ما احنا لغينا القايمة وعملنا حاجة مكانها. عملنا ايه؟ عملنا القعدة، مش قعدة الحمام، لا. القعدة دي حاجة متطلباتها بسيطة، بتساعد العريس والعروسة ان هم يكونوا نفسهم بسرعة، فبتخلي الست قاعدة في بيت جوزها فما بيتطلقوش. قول لي بقى، قعدة امك بكام؟ انا هموتك النهارده. في يا فارس، انا بتكلم عن قعده امك عندنا في البيت. اكتب اللي انت عايزه وانت هادي من غير خناق، ما فيهاش مشكله خالص. انا مش عايزه كوكي غير بشنطه هدوم حبيبتي. بس هو في مشكله صغيره، بس احنا ما عندناش شنطه، فريد. بس لو ناخد شنطه من عندك يا فارس، ننزل نلم هدوم بابا ونطلع. لا انا هقتلك. في ايه؟ لا يا ابني، جهزت الحاجه كلها؟ جت. جبت كام فرده حمام؟ 8 كفو. بقول لك دخله. وايه تاني؟ انا بلاش كوارع، مش عارف ليه كل ما باكلها بنام. المهم العكاوي، بالحمص. جبت فخده. يعني ايه جبت فخدتين؟ انت قليل الادب. طيب اوكي ماشي. لا الاكل كده تمام، عشان لو ما فيش نطيبه او يبقى اكلنا ونمنا. استمتعت بالاكل يعني؟ انت تهزر معايا؟ اقفل. عارفه يا حبيبتي، انا مامي تعبت ولادتي قوي،
قوي قوي قوي، عشان كده سموني عبد القوي. يعني ده مش اسم بس، ده اسم وصفه ميكس. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. انت عارف يا كوكي ان انا زعلانه قوي قوي. ليه يا روحي؟ ليه؟ علشان عمري اللي فات ده كله راح، خسرت حاجات كثيره قوي علشان ما عشتش معاك. يا ريتني كنت عرفتك من زمان. يا ريتني عرفتك من زمان. لسه ما وصلناش للي انا عايزه. شفت بقى انا نسيت ايه؟ ايه؟ الحبايه بتاعت الضغط. معقوله يا كوكي؟ كل ما نتكلم في الحب والرومانسيه ونقعد نتدلع كده على بعض ضغطك يعلى. طب وماله الضغط لما يعلى؟ واحنا في ديك الساعه لما الضغط يعلى. الضغط لما بيعلى بتعلى معاه كل حاجه. ايه ده بجد؟ اه يا رب بقى ضغطك يعلى. يوصل السماء. البنت بريئه قوي وانا سافل ولا مش عارف. كنت عايز اقول لك، حافظه رقم الاسعاف كمان ولا كفايه كده؟ كفايه كفايه. هو انت بتعملي ايه ولا انا مش فاهم؟ بفتح بشرتي. اه وانت لما بتفتحي بشرتك الورده دي بتقفل، يعني مش لما تفتحي مخك الاول تبقي تفتحي بشرتك؟ ده حتى يعني الحياه اولويات. انا كنت فاكراك هتبقى حنين وعطوف عليا اكتر من كده. لا 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 فولا، ما تاخدنيش فجاه لان انت محتاجه تمهيد جامد. لا لا بدري قوي بدري قوي، انا مش عامل حسابي. هو انا فولا حاولت يعني احبك وابقى حنين عليك وقريب منك وكده، بس الحقيقه ما قدرتش. لقيت كل اللي جمعني بيكي مشاعر شفقه. انت ترضي تعيشي مع حد شفقه؟ اه ده انت جايه في اي مشاعر عادي. ايوه. طب حبيبتي وكرامتك؟ لا كرامة في الحب. ما هو أصلاً مفيش حب، أصلاً لسه مفيش حب. طب قولي بقى، إحنا لما نتجوز كده ونخلف هنجيب عيل نسميها إيه؟ أنا نفسي أسمي هنزادة قوي. هنزادة؟ إيه هنزادة ده؟ مش إحنا المفروض هنخلف بني آدمين عادي؟ هو أنت ليه كده كل ردودك جحدة؟ ألا قولي لي يا فولتي، مين بيختار لك لبسك ده؟ أنا كل أصحابي بيسألوني السؤال ده، أنا محدش يقدر يتدخل في لبسي أبداً. لا كده لازم حد يتدخل بقى. عيب كده، عيب كده. انتي؟ حبيبي وحشتني موت 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 موت. الله الله، ايه ده كله؟ ايه الغنى ده كله؟ بركة فيكي. كويس انك عارف، بس زي ما عملتك ممكن اهدك واسجنك، بس انا مش هعمل كده. عاوزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه، انا عايزك تكبر وتختني وكله في الاخر راجع لي وانت فوقيهم. بس خلي بالك بقى، انا صبري خلص وما وعدكش اني اقدر اصبر اكتر من كده. باي حبيبي. هو العمل مش شغال ليه؟ قولي لي انت عملتي ايه بالتفصيل؟ عملت زي ما قلت لي، رقصت معاه وهو مش واخد باله، رحت مدياله الشكه. طب انت شكتيه في ايده الشمال ولا اليمين؟ والنبي ما انا فاكره، باين كده ايده اليمين. ما انا قلت لك ايده الشمال يا وليه، ونبهت عليك يا شاكرات. قلت لك 1000 مره ما تقولش شاكرات. الله، شاكي، اسمي شاكي. عجباني دماغه قوي، بيقول كل الكلام اللي نفسي اسمعه فعلا. فارس 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 فارس، حبيتيه ولا ايه؟ حاسه ان هو ده الانسان اللي كنت بدور عليه، وانه هيعوضني عن كل الحنان اللي محتاجاه. انا قبل ما اعرفه كنت حاسه ان حياتي فاضيه وان في حاجه ناقصاني، كل ده دلوقتي ما بقتش حاساه، حاسه اني مبسوطه وبس. شروق،
انت نمتي؟ حبيته. كلوز. تعرف تعمليها؟ اوكي يلا. 1 2 3 اوبا 1 2 3 اوبا كلوز. اوبا تعلميني هنا بقى. اوكي انا عايز اتكلم معاكي في حاجه. معقوله نور يبقى عندها مسابقه مزيكا محدش يعزمني؟ ما بترديش ليه؟ على فكرة أنا حبيتك. سوري أنا لازم أرد معلش. الو ايه مالها ماما؟ يا روحي ان شاء الله. انا بطني بتشر عليك. اهدي يا ماما اهدي اهدي. رامز جاي مع الدكتور حالا. الف سلام عليك يا طنط. الله يسلمك. ايه القمر دي؟ مين دي؟ دي ليلي حفيده طنط حنين جارتنا. والله انت حفيده حنين؟ حضرتك تعرفني؟ لا للاسف ما اعرفكيش. يبقى اكيد تعرف مناه. لا برضو ما حصلش الشرف. يا عم سيبني في حالنا. يا بطني بطني بطني. ايه؟ مش عارفه حاسه اني نفسي غمى عليا. يا رب. مش حاجه قاعده في معدتي. يا رب اللي في بالي يطلع صح يا رب. انت قادر على كل شيء. يا رب. خده يا رب. يا كوكي وبعدين. اتفضل يا دكتور جونسون. دكتور جه. ايه ده؟ ايه الزحمه دي؟ وايه الكتمه دي؟ وايه اللمه دي؟ اطلعوا بره بره. دكتور جونسون بيطري وبشري وسيكاتريك. حضرتك الحامل؟ حامل ايه؟ الحامل للمرض اللي جايبيني عشانها. انت؟ هي. طب وحضرتك عايز ايه منها؟ اتفضل سيبها يلا. لا انا ما اقدرش اسيبها واطلع بره. لا الا ده الا كوكي. ما اقدرش. الا كوكي. الا كوكي. طيب تمام. الا كوكي. ماشي. طب انا محتاج اكشف عن النظر الاول. ممكن تقولي لي ده كام صباع؟ انا مش شايفه حاجه. وبعدين نظري 6 على 6. 6 على 6. واضح انها بتخطرف والضغط عالي. ممكن اشوف النبض؟ النبض مش مستقر. ايه ده في ايه؟ ربنا يستر. حالتها صعبه قوي. حالتها صعبه قوي. طيب حسب اي صداع شمال شرق المخ؟ ايه؟ يعني ايه؟ شمال شرق المخ ايه؟ هي هتمطر يا دكتور؟ مش حدش عارف، محدش عارف. الضغط ممكن اشوف الضغط؟ هو حد هو الدكتور بيشوف الضغط كده؟ معرفش. الضغط مظبوط الحمد لله. طيب حضرتك بتحسي باي كتمه في النفس؟ اول ما شفت حضرتك حسيت اني جاي ضيق في النفس ومخنوقه. ده العادي. طيب ماشي. عامه نوصل لاهم حاجه. شايفه ده ايه؟ يلا الترمومتر رايح فين؟ الترمومتر رايح فين؟ يلا يا كتكوت رايح فين؟ ايه هات عنك. انا هقول لك رايح فين بعد شويه. كمل. طيب ماشي خلاص. حضرتك ابنها؟ انا فارس ابنها. انت ابنها؟ يا ماما ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده تكنيك علاجي جديد بنشوف انه ضربات القلب اذا كانت منتظمه ولا فيها مشكله. معلش يا حبيبتي هو دكتور ودي جي في نفس الوقت. بص هو لو في اي حاجه في ضربات القلب لا قدر الله انا ساكن في قلبها فهقول لك لو حسيت بحاجه. انت ساكن في قلبها؟ دي حاجه جميله قوي. في ايه يا جماعه؟ انا شايف ان في تهريج. في تهريج وعدم دقه في الشغل. بعد اذنكم اطلعوا بره عشان اشوف شغلي. يلا يا بره. يلا يا اولاد بره. يلا يلا جو جو. يلا بره بره. ما تسيبنيش لوحدي. مش هقدر. اوعى تسيبني لوحدي. لا حضرتك كمان بره. لا ما ينفعش. بره ما ينفعش. بعد اذنك بره. سيبنا اشوف شغلي مع المدام. اتفضل دكتور جونسون لو سمحت. بعد اذنك ده شغلي. شغل ايه بس؟ انت سيبني مع لوحده. معلش خدي بالك من نفسك. اخد باب نفسي ازاي وانا معايا ازاي؟ خدي بالك منه. اتفضل اتفضل. كوكي كوكي بتهزر انت صح؟ اتفضل. انا واقف بره اندهيلي بس. يا رب يا رب اللي في بالي يطلع صح يا رب. ايه ده يا فارس؟ ان شاء الله طنط تبقى كويسه. انا مش خايف عليها. انا خايف ان اللي في باله يطلع صح. الف مبروك يا حبيبي. كده تعملها وتسبقني يا فارس. طول عمري نفسي يبقى لي اخ. تخيل بقى لما يبقى عندي اخ وفي نفس الوقت يبقى اخوك.
ايوه يا رامز، بس انا نفسي في بنت. ربنا يطعمك يا حبيبي. انا اصلا مش موافق على الجوازه دي. انا مش فاهمه العلاقه بينكم ايه؟ انتوا صحاب ولا قرايب ولا جيران ولا مين متجوز مين ولا ايه بالظبط؟ ميكس. ميكس؟ يس. الحمد لله. باشمهندس دي قوي. طمني، هتولد طبيعي ولا سيزيريان؟ ويا ترى حامل في ولد ولا في بنت؟ مش حامل صح؟ هي مين دي اللي حامل؟ طنط؟ ده انا ممكن احمل وهي لا. ثم عيب يعني راجل طويل عريض شحط محط وتقول لي ماما تبقى حامل في السن ده؟ ومن مين؟ من الجراند ده؟ جراند بس مطلوب. عامة انا اتكلمت معاها واضح ان هي تقلت في العشاء امبارح جامد، بتقول انها كلت بيض بال بسترمة. بيض بالبسترمة وعليهم تاتش ارنبيط. بالظبط، ده اكل تاكله لها. عامة حصل لها طبعا غازات وانفجارات كبيرة جدا في بطنها، فانا كتبت لها على 7 اب تاخده قبل الغداء وبعد الغداء، وراس فحم وفوار. هات لها الحاجات دي وتبقى زي الفل. وعايزه اطلب طلب بعد اذنك. ممكن تسيبوها شويه تقعد لوحدها؟ يا ريت تبعدوا عنها شويه، سيبوها تفك عن نفسها. مش معقوله يعني شغل التلزيق اللي انتوا فيه ده طول النهار لازقين فيها. سيبوها تفك وتريح نفسها وتعالوا بعد كده هبوا الشقه. اتفقنا؟ خلاص. معاكم رقم، لو عوزتوا اي حاجه اي حاجه ما تطلبونيش تاني. اطلبوا الاسعاف. حافظ رقم الاسعاف؟ 1 2 3. برافو عليك. سلام. ما تطلبونيش تاني. سلام. فاهمين؟ سلام يا شباب. ولا فاهم اي حاجه. تقلقش يا بابا، هنعمل لها حق مجهري. صوتوا عليه قوي. ايوه اصحى، انا مجهري يا ابني، انا كان نفسي في بنت. خلاص ماشي. سمعتي عن البيجر بيتجوز البنات؟ لا ما سمعتش. يا بنتي انت مش عايشه في البلد ولا ايه؟ دول مجوزين يجي 2000 راس. حاولت اروح عشان احجز على فكره، بس لقيت اول ميعاد بعد 6 شهور. انت مش هتبطلي هبل؟ اقلي بقى يا شروق. سيبك مني انا. عملت ايه مع فارس؟ يعني ايه عملت ايه؟ تقدري تقولي لي لحد دلوقتي ليه ما قالكيش بحبك؟ مش عارفه. ده اللي هيجنني. كل تصرفاته معايا بتقول انه بيحبني. نظرة عينه بتقول انه بيحبني. بلا همسة بلا نظرة، ما كانش يقولها لي كل سنة بيرقص كده من لغلوغه يبقى نو نو نو. انا من الاول وانا حاسة ان الواد ده بتاع فسح ومراجيح مش بتاع جواز. لا بالعكس، انا عمري ما كنت حاسة انه ناوي يلعب بي. بس في حاجة انا مش فاهماها. انت يا ليلي، ان الهاتف الذي تلقاه غير متاح الان، يمكنك الاتصال. كونجراتليشن مستر فارس، هاشتاج جوزني بقى رقم 1 في مصر والشرق الاوسط. صوره فاروس، البيج بتاعتنا بقى عليها 3 مليون فولورز. قلت لك المشروع ده هينجح وهيكسر الدنيا. يا طعم النجاح حلو قوي يا فارس قوي. انا بقيت بعمل ديوز كل ما عاوز. مبروك. الله. صحيح انت لغيت مواعيد النهارده كلها ليه؟ عشان خلاص انا مش قادر استحمل. قلت لك يا فارس، قلت لك ابعد عن الحب وابعد عن ليلي دي خالص. ما اقدرش. كنت خايف عليك تحب يا صاحبي. اللي انت خايف منه حصل. بحبها وحتى مش عارف اقول لها كلمه بحبك. فارس انت اكتر من اخويا. انا عارف ان اللي بقوله لك ده صعب، بس انت عندك حل تاني. انت لو قلت لها بحبك هتتجوز، مش هتدينا فلوس. ما تقوليش عليا ليه؟ كنت مشغولة. يعني ايه؟ بسيطة وسهلة يا فارس، كنت مشغولة ومعرفتش أرد عليك. في حاجة؟ في. أنا أنا أنت إيه؟ أنت حتى مش قادر تقول أبسط كلمة بين أي اتنين قرروا يكونوا مع بعض، مش قادر تقول الكلمة اللي أنا بحلم بيها ونفسي أسمعها منك. وأنا اللي قلتها الأول أصلا، وحتى ما حسيتش إني اتسرعت. بس حسيت ان انت مش عايز ده يحصل. معلش، هو بس الموضوع ملخبط شويه. انا فعلا متلخبطه،
ليلي انا زيك بالظبط، بس ما اقدرش اقول لك الكلمه اللي انت عايزه تسمعيها. ليه؟ صعب عليا شويه. يبقى انت ما بتحبنيش وبتلعب. ممكن اكون عجبتك بس ما حبتنيش، وانا ما بعرفش اكون في علاقه مفتوحه ولا عارفه اخرها ايه. انا واحده عارفه هي عايزه ايه كويس، وفي نفس الوقت اتحرمت من الحب عموما من وانا طفله. نانا بس هي اللي كانت بتقول لي بحبك وسابت لي الجمعيه ووصتني الاقي فيها الحب وادي كمان حب للي محتاجينه. ممكن تكون محتاج حبي مثلا، بس انا كمان محتاجه حبك. لو مش قادر تديهولي الاسهل انك تنساني يا فارس. ليلي ليلي الغنى اللي انت فيه ده من الدجل والشعوذه؟ يعني كنت تضحك عليا وتقول لي شغل واستيراد وتصدير؟ انت ليه عملت كده؟ وانا عملت ايه يعني؟ في ايه؟ مش عارف عملت ايه؟ بقى انا من يوم ما ابوك ما مات وانا بعمل المستحيل علشان اربيك احسن تربيه واخليك واقف على رجلك ملو هدومك وراجل يعتمد عليه. تعمل كل ده؟ انا كنت مضطر اعمل كده. مضطر يعني ايه؟ انا استغليت الموقف بس عشان اغير من نفسي واحقق احلامي. ما اجرمتش يعني؟ لا اجرمت. اجرمت واستعجلت. رزقك يا ابني كان جايلك. ايه لازمه العز والفلوس دلوقتي وانت مش قادر تصارح البنت الوحيده اللي حبيتها في حياتك انك تقول لها كلمه بحبك؟ يا خساره يا خساره يا فارس. ابتسام افتحي الباب. حاضر انا جايه اهو. ايوه اهلا اهلا اتفضل. بوبي ليلي ازيك؟ ليه ما قلتليش انك جاي؟ معلش صدقوني فجاه. ليه ايه اللي حصل؟ حابب اقولك بعدين. أنا نفسي أعرف إمتى هيبقى عندك وقت تتكلم معايا. سافري معايا وما تعيشيش لوحدك. طب والجمعية؟ مستقبلي. أنا بفكر في مستقبلك أكتر منك. والله ولعبت يا زهر. الله أكبر في عينك، محسد الملل لأصحابه. وأنت بقى محوشهم يورو ولا دولارات؟ عقارات. أنا واخد بقى نمرة كاملة في شارع 101 فرص البر. العقار ده لابن البار. إيجارات 7 و8 في الصيف نار. إن شاء الله. الله أكبر. طيب بص بقى، أنا عاوزة أعمل فينتو ليزك وهوليود سمايل وتقشير بشرة وتوريد خدود وشفايف ونحت قوام وشفطة هون. حلو. لو هتعملي الكلام ده بقى اعمليه بره، لأن لو عملتيه في التوكيل هيشمطوكي. دول كلهم ب 200,000 جنيه بس. 200,000 جنيه؟ عايزة مني أنا 200,000 جنيه؟ أدفع 200,000 جنيه عشان شوية رتوش؟ ما أنا أجيب واحدة جديدة أحسن. ما أنت بتصرف على هدومك، حرام عليا 200,000 جنيه. أخص عليكي يا فلة. وأنت فاكرة إن أنا بقول كده عشان الفلوس؟ انا بقول كده عشان خايف عليك يا حبيبه قلبي. انا ممكن اسمح لنفسي انك تغامري بحياتك عشان تغيري شويه رتوش، لا هتقدم ولا تاخر في علاقتنا ولا هتقدم ولا تاخر عموما. فولا انت مش عايزه 200,000 جنيه، انت عايزه تتفوري من اول وجديد. انا خايفه بس الملل يتسلل داخل علاقتنا ويشق جدار الحب. يشخ ايه؟ هو بربريز؟ احنا حبنا اقوى من الصخر، احر من الجمر، أعمق من الثقوب السوداء. إيه انت هترجعي ولا ايه؟ انا مش عارفه بعد كل الكلام الحلو اللي انت قلته ده اعمل لك ايه. اعملي اللي شايفه ادله. هاي. مش قلتلك هتلف تلف تلف وترجع لي؟ ودي رجعت لك بس مش عشان اتجوزك. واو كله بحسابه. ودول بقى يطلعوا كام؟ 1,000,000 جنيه. أنا عاوزاك أنت يا بيبي والفلوس دي الكريمة اللي هتمشي. وأنت ترضي تبقى مع حد مش عايزك؟ أنت ما تعرفش كم واحد يتمنى نظرة واحدة منه. لما تتعود عليا مش هتعرف تعيش ولا ليلة واحدة من غيري. ليلة؟ هو ده اخرك. عيب عيب. انا عمري ما عوزت حاجه وما خدتهاش. خد دول. باي.
فارس يطلع صاحب المكتب اللي بقالي 6 شهور بحاول احجز معاه ميعاد. طب احجزي لي، طب اي حاجه. والنبي ميعاد ايه يا بنتي؟ انا هسيب ايه؟ تسيبيه؟ مش هو ده البني ادم الوحيد اللي انا حبيته اللي حسيت معاه بالامان؟ كدب عليا. مش مشاكلي الشخصيه، اهم حاجه عندي جوزني الاول، اي حاجه بعد كده مش مهم. وبعدين يا ستي اعتبري بيعمل خير في الغلابه اللي زينا. ليلي اوعى يكون في حد بيحبك بجد وتتخلي عني. ليلي ممكن اطلب طلب؟ اتفضلي. كنت عايزه بس اجازه اسبوع واحد. ليه؟ اصل جالي عريس واتجوز. عايزه ميعاد. احنا هنفك العمل ده حتى لو قعدنا 100 سنة. طبعا انت عارفة انا عايز اقول لك ايه، بس انا خايف تضيع مني. اوعى تقول حاجة دلوقتي. انا مش عايزة اصحى بكرة الاقي نفسي متجوزة واحد غيرك. انا عايزة اقول لك حاجة، انا بحبك وعايزة اتجوزك انت. موضوعك ده مش هيتحل غير بطريقه واحده بس. الحقيني بيها، ابوس ايدك. سافر بلد بابا الله يرحمه. هيعمل ايه هناك؟ هتروح عند ابن عم ابوك، هتقابل هناك الشيخ شاكر، ده الشيخ كبير قوي هناك، هيحل لك الموضوع ده بطريقته هو، من غير دجل وشعوذه وكلام فارغ. بابا الله يرحمه ما كانش بيثق في اي حد في الدنيا غيره. يا ألف مرحب، يا ألف مرحب، يا ألف خطوة عزيزة، ألف مرحب. أهلا وسهلا. أهلا هو فين الراجل اللي احنا جايين له ده؟ يا بابا أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، نورت البلد يا بنت عمي. ربنا يخليك يا حضرة العمد. يا أهلا وسهلا، يا دي النور يا دي النور يا دي النور، أهلا وسهلا. لا ما كفاية دي النور واحدة، ولا الراجل ده بيكبر دوره ولا إيه؟ احنا محتاجينك في حاجة يا عمد. عيوني، موضوع حياه وموت يا حضره العمده. وماله بس ما تتكلمش والاكل في حركه. الا ما انت بتتكلم والاكل في حركه. اني متمرس على كده من وانا سني 7 سنين، انما انتوا لا مؤاخذه يعني هتزوروا وهتزروتوا الدنيا. بقول لك ايه يا بنت عمي؟ نعم. ما عرفتناش. دي ليلي خطيبة فارس ابني. يا اهلا وسهلا بخطيبة ابن عمي. اللي بعده. وانا رامز صاحب ابن عمك. اهلا وسهلا بصاحب ابن عمي. اللي بعده. وانا فلة مرات صاحب ابن عمك. يا الف مرحب بمرات صاحب ابن عمي. يا اهلا يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا. ومين الكهل دي؟ كهل. انا عبد القوي ابا جوز صفاء ارمله ابن عمك يا ابو كهل. طب ما تتكلمش والاكل في حركه. هو فين الاكل اللي في بوقي ده؟ الراجل ده حافظ مش فاهم. مفيش اكل في حنفه. الاتموسفير والفطير تحفه. انا مش معاك يا ليلي، الفطير حلو صحيح، انما الاتموسفير دلع شويه. انا رايي نقضي الهانيمون هنا. متفائله انت ها؟ طيب الحمد لله تعرفنا على بعض، نخش بقى في المفيد. ومالك مش اربع كده؟ هو الواد ده ابن 7؟ لا ابن 7 ايه؟ ده ابن عمك. يا ده جمعه انا جنبك اهو يا حاج. ماني عارف امال بقى عمده ازاي، لازم ادها بصوت عالي والبلد تعرف ان احنا بناكل الناس. جهزوا لنا الغدا. حاضر. غدا ايه يا حضره العمده؟ احنا لسه ما كملناش الفطار، بس الموضوع ان احنا جايين لك علشان مستعجل شويه، مش حامل بقى افطار غدا عشاء. والشيخ شاكر ده طريقه فين؟ لا الشيخ شاكر ده سكته وعر وطريقه بعيد ومحدش هيعرف يوصل له واصل. أنا بس اللي عارفها، لأني سواعي كده يعني رجلي هتاخدني لهناك. أقضي له حاجة، أخد منه شوية بركة، أتبارك بيه يعني. شد شوية، عايزين نلحق نوصل قبل ما الليل يخش علينا.
شوف يا ابني، عشان اساعدك لازم تكون مؤمن ايمان كامل. فك الكرب والثقه بالله هو ده الطريق الوحيد لكشف الغمه. لازم يا ابني يكون عندك يقين ان العين حق والحسد حق والسحر حق. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا مستعد أعمل أي حاجة يا شيخنا، قول لي بس أعمل إيه. شوف يا ابني، أولا يجب أن يكون عندك يقين تام بأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثانيا عليك بملازمة الصلاة والأذكار وقراءة سورة البقرة والرقية الشرعية، ثم بعد ذلك وبقدر استطاعتك الإكثار من أعمال الخير. تمام، أنا جاهز لكل ده، جاهز لأي عمل خير مهما تكلف، بس مش هقول لي أعمل إيه. يا ابني جوانب الخير كتير، منها مثلا عندنا هنا في البلد جمعية بتزوج الفتيات اليتيمات الغير قادرات، وكما أعلم في أكتر من 20 عروس بيحاولوا يجوزوهم. فياريت تشارك باللي تقدر عليه، ممكن ربنا بيها يرفع عنك الغمة والكرب. ماشي، أنا ممكن أتكفل بيهم، بس خليني بس أخلص من أنا فيه. كلام إيه ده يا عم فارس؟ ده كده خراب بيوت. كمان في شرط مهم يا ابني، لازم تكون الفلوس حلال. الحمد لله عم الشيخ طمنتني، احنا فلوسنا كلها حرام. بركة ايه؟ أعوذ بالله. في حاجة مهمة يا ابني كمان، لازم تخلص من الشر ده. يعني ايه يا مولانا؟ لازم تتخلص من الخاتم عشان ما يزيش حد غيرك. تمام. انت دخلت هنا ازاي؟ انت نسيت ان ده كان بيتي لمدة سنة؟ انا حافظ كل شبر في البيت ده، اعرف ادخل واخرج من هنا كويس قوي. امشي اطلع بره، ما اشوفش وشك هنا تاني. شكي حاسب، انا بحبك، عشان خاطر احنا لازم نرجع تاني مع بعض، لازم نرجع زي زمان عشان خاطري. انسى وقتك خلص. شكي عشان خاطري انا مش عارف اعيش من غيرك صدقيني. انت ايه ما بتفهمش؟ طب انا عايز فلوس. قلت لك خلاص الموضوع خلص. انا ما بتسافش. زي ما قال الشيخ شاكر، هنجيب الخاتم ونعرف مين اللي عمل العمل. المغايته مش هفيه ونبهم ازرق. انت يا ولية فين الخاتم؟ يا اما واللي خلق الخلق ليه عملوا معاك الواجب؟ انا الخاتم معايا. معاك انت؟ اه. فين؟ في جيبي. اني جيب؟ ده أنا؟ براح. أنت يا ولية مين اللي عمل الخاتم؟ اللي عمل الخاتم الشيخ سليمان.
الشيخ سليمان وده نوصل له ازاي؟ انا هقول لكم. ولا الرزمه دي ناقصه 100 حب جدها لك انا يا عم اهي. دي مواعيد برضو؟ انا مستنيكم من بدري. العمل هيتفك في التو ولا لا؟ مفيش داعي لاستعمال العنف، ناولوني الخاتم. عايز واحد هاسكي. مش هخش انا مكتب ايه وقرف ايه. ماما هنا. بس انا بعوز صوت زفر. الحمد لله الحمد لله. طمني يا باشمهندس السيزيريان ولا كل ده يا باشمهندس. ولا منين؟ العمورة فين؟ اسكندرية. يلا. احنا كنا بنقول ايه بقى في الدوشة؟ احنا عمارة بتاعتي. كانت الدوشة في اللوج بقى. انا مش شايف. اهلا. قول مساء الخير بس عساك. مش لازم اشوفك. انت يا ولية. مين اللي عمل الخاتم؟ انت بنت عمك دي اللي هي صابرين. والله؟ انا هعرف الفيلم اما اتفرج عليه. يا استاذ يوم يسيبه في حاله، اعتقه اعتقه لاجل النادي. دلوقتي انت ما خدتش بالك هو بالي وداخل عمال يعمل يا لهوي يا لهوي. حاضر يا انكل. اجيب لك معايا انا انزلها لك؟ يا ريت. انا لسه ما خلصتش كلامي. طبعا ظهرك. انا كنت هكمل والله. حاجه زغزغك يا استاذ. بس انا سرحت بس. منورة يا طنط. تنيش حاجة نديرها رعيت من هاد الشيء. ماشي. معلش اديله فرصة يا حبيبتي، لما هو هيسكت أنت قولي. هو اسلم ما بيسكتش. شو يلا. ستيل. أنا محتاجة أعرف أنا سنجل ولا دبل. سنجل ولا دبل؟ أنت الفندق كله. أنت الكيدز أريا نفسها. على كده بقى لو خلفنا بنت هنسميها لازانيا. اطلع بقى بقول لك. لا لا أنتوا هتضلوا ساكتين، هتقعوا بينا. يا جماعة مش معقول كده. أنا ما سمعتش قط.